يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة عليها أيام من قضاء رمضان، لكنها صامت الست قبل ذلك، فقيل لها إن هذا لا يصح، لا بد من قضاء أيام رمضان أولا ثم تصومين الست بعد ذلك، فما هو حكم الأيام التي صامتها؟ إنها صحيحة إن شاء الله، وهي الست، وتقضي اللي عليها من رمضان، والأمر واسع ولله الحمد. لكن الأولى أنه يصوم الأيام اللي عليه من رمضان ثم يصوم الست، هذا هو الأولى. أما لو أنه صام الست قبل القضاء فلا مانع من ذلك، ما في شيء يمنع من هذا. نعم.